الجماعه اللي طلبوا منا كيفاش يطعموا سبونجيت. هاو ليكم سبونجيت وطريقه التطعيم تاعو هاي ليك. قدمه هنا الاخ كمال نكسروه نكسروه اعطيني نقسم هنا صبر صبر. هذا راهم ديجا وجدتهم انا راني كسرتهم نحي لهم برك هذه المارو هذه المارو هذه شويه بالقصة باه بالمقص قشره برك هايلي هذه مقطعة ديجا عندنا هنايا ونبداو ندخلو لامسو عقبها ها الله لا دورات تموت عليها صار ها هذيك ها دوك نربطوه شويه في الماجي معليش قدم هنا هكذا ونربطوه بشويه بالفيل ماجيك ها نربطوه بالفيل ماجيك هاو يزد الفيل ماجيك ذي معليش معليش عندك ذمة ديلم شويه البحر يشيغو رانا اون ديريكت ها فيك زيارة البحر الله يبارك بارك الله قدم هنا قدم قدم ليه باش يشوف اربطوه بداو من فوقه بداو من فوقه زيروا شويه الفوق وهذا تحت هذا ما زيروش بزاف بزاف جيست يحكم لافورم تاعو لامسو هنا ما تربطش بين لامسو هكذا باش ما يجيش يصعب على الحوته دخل داخل لامسو هكذا وهذا المكان هاولي وزير هاولي بصح هاولي هنا حبابنا هاوليكم البحر اون ديريكت ربي يرزق الجميع ان شاء الله السلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.